الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير وأن يجعل العاقبة الحميدة لكم دنيا وآخرة. وبعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، فلنستمع لشيء من هذه الأحاديث. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. في هذا الحديث مشروعية الذهاب لمزدلفة في ليلة العيد بعد الوقوف بعرفة، وجماهير أهل العلم على أن الذهاب إلى مزدلفة من واجبات الحج، ورأى بعض التابعين أنه ركن من أركان الحج، والصواب هو القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي هذا الحديث تسمية حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع لكونه قد ودع الناس فيها. وفي الحديث الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، وقد سميت مزدلفة بجمع لوجود هذا الجمع، وعلماء الحنفية يمنعون من الجمع بين الصلاتين إلا في صلاة الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة في ذلك اليوم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في أسفاره، وثبت عنه أنه جمع بين المغرب والعشاء في المطر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفتى أهل الأعذار بالجمع. وبالتالي فإن الصواب عدم قصر الجمع على هذه المواطن. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فخرجنا معه إلى مكة، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، فأمر رجلاً فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلاً فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، ثم صلى الفجر لما طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، صلاة المغرب والعشاء بعدما يأتي الناس المزدلفة، فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة حين يبزغ الفجر. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فلا أدري قوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية اختيار الصحبة الذين يصاحبهم الإنسان، وخصوصاً في أسفار الحج، من أجل أن يتعلم منهم
النسك وأن يقتدي بهم في الأعمال الصالحة. وكان ابن مسعود من علماء الصحابة ومن مفتي الصحابة في ذلك الزمان. وفي الحديث من الفوائد أن ابن مسعود كان يرى أن صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة يؤذن لكل واحدة منهما ويقام لكل واحدة من الصلاتين وتصلى سنة المغرب بعدها، وكان يرى أن يفصل بين الصلاتين بالعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن أذاناً واحداً لهاتين الصلاتين وأقام لهما إقامتين كما في حديث جابر وغيره، وفصل بين المغرب والعشاء بإنزال رحله فقط. ومن هنا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يصلي الإنسان النافلة في أسفاره. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن فقهاء الحنفية بناء على هذا الحديث رأوا اقتصار الجمع على صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ولا يرون الجمع في غير ذلك. وفي الحديث مشروعية التبكير بأداء صلاة الفجر يوم النحر في مزدلفة. وفي الحديث أن وقت صلاة الفجر يبتدئ من بزوغ الفجر، وذلك أن للفجر ثلاثة مراحل: أولها أول بزوغه، وثانيها توسط النور من جهة المشرق إلى وسط السماء وكبد السماء، وثالثها انتشار النور في الأفق. والأظهر من أقوال أهل العلم أن صلاة الفجر يبتدئ وقتها بأول بزوغ الفجر. وفي الحديث من الفوائد استدلال الحنفية بحديث الباب على استحباب تأخير صلاة الفجر، فيرون أن الأفضل فيها أن يسفر بها، والجمهور على استحباب أن تصلى بغلس. واستدلوا عليه بأحاديث عدد من الصحابة كعائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، وقول الجمهور أرجح من قول الحنفية في هذا الباب. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان بعد صلاة الفجر يستحب له أن يذكر الله وأن يدعوه في مزدلفة قبل أن يرتحل إلى منى. وفي الحديث أنه إذا أسفر في مزدلفة استحب له أن ينتقل إلى منى قبل أن تطلع الشمس. وفي الحديث حرص الصحابة على أن يكونوا خلف إمامهم، ولذا لم يغادر ابن مسعود مزدلفة حتى علم أن عثمان رضي الله عنه وكان الخليفة في ذلك الزمان قد ارتحل. وفي الحديث استحباب الاستمرار في التلبية من مغادرة الإنسان من عرفة إلى انتقاله من مزدلفة إلى منى، ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وفي الحديث أن يوم النحر لا يرمى فيه من الجمرات إلا جمرة العقبة، الجمرة الكبرى وحدها فقط، وأن الصغرى والوسطى لا يرميان في ذلك اليوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. في هذا الحديث عدم وجوب صلاة الفجر في مزدلفة، وأن الواجب أن يمضي الإنسان في المزدلفة جزءاً بعد منتصف الليل، كما هو مذهب الشافعي وأحمد، خلافاً لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الحديث أن السنة تقديم الضعفة قبل فجر يوم النحر، بحيث يذهبون من مزدلفة إلى منى. وفي الحديث أن رفقة الضعفة يأخذون حكمهم في جواز تقديمهم إلى مزدلفة بليل. وفي الحديث جواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر، فإنه إذا قدمهم بليل فقد يصلون الجمرة قبل الفجر فيرجمون، فدل هذا على أن وقت رمي جمرة العقبة يبتدئ من منتصف ليلة العيد. وفي الحديث جواز حج الصبيان وصحته، إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. وفي الحديث استحباب أن يدعو هؤلاء الضعفة في مزدلفة قبل أن يذهبوا منها إلى منى. وكان الإمام البخاري يرى أنه لا ينتقل من مزدلفة إلا بعد غياب القمر، وقد ورد في ذلك حديث أسماء أنها كانت تنتظر غياب القمر حتى تذهب إلى مزدلفة. وعند الإمامين الشافعي وأحمد أنه إذا انتصف الليل جاز للضعفة ومن معهم أن يذهبوا من مزدلفة إلى منى. نعم. وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. قوله عن أسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وكانت قد عميت في آخر عمرها، بالتالي احتاجت أن تسأل غيرها عن غياب القمر. وفي الحديث الذهاب إلى مزدلفة ليلة العيد. وفي الحديث جواز أن يصلي الإنسان صلاة النافلة في المزدلفة. وقد وقع اختلاف هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أو أنه بات بالمزدلفة، وظواهر النصوص أنه بات بالمزدلفة. وفي الحديث أن أسماء كانت ترى أن أول الوقت لذهابها من مزدلفة إلى منى غياب القمر، ولذلك رأى طائفة بأن الضعفة من النساء والصبيان ومن يرافقهم لا يغادرون مزدلفة إلا بعد غياب القمر. وعند الشافعي وأحمد أنه يجوز الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل، وعند مالك يجزئ إنزال الرحل ولو لم ينتصف الليل، وعند أبي حنيفة لا بد من البقاء إلى الصبح، ورأى طائفة أقوالا أخرى غير ذلك. وفي الحديث أن وقت رمي جمرة العقبة أنه يجوز رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العيد، كما رمت أسماء في هذا الحديث.
وفي الحديث دلالة على أن الأصل أن الحجيج يرمون بأنفسهم ولا يوكلون، فإن أسماء مع كبرها وعماها إلا أنها كانت ترمي بنفسها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا بالمزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. في هذا الحديث مشروعية المبيت بمزدلفة، وأنه من شعائر الحج وواجباته. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يدفع الضعف من مزدلفة بليل، وأنه لا يلزمهم البقاء إلى أن يصلوا الفجر. وفي الحديث مشروعية بحث الإنسان عن اجتناب مواطن الزحام خصوصا للنساء والصبيان. وفي الحديث استئذان من مع النبي صلى الله عليه وسلم منه عند رغبتهم في مفارقته. وفي الحديث أن الإمام ينبغي أن يقتدى به وأن يسار معه، ولذا لم تدفع عائشة ومن معها إلا بدفعه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث العمل بالرخص الشرعية وفرح الإنسان بها. وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس على ثبير، ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية أداء صلاة الفجر في مزدلفة للحجيج، مع جواز تقدم الضعف ومن معهم قبل ذلك على ما سبق. وفي الحديث من الفوائد استحباب ذكر الله عز وجل ودعائه بعد صلاة الفجر في مزدلفة. وفي الحديث الذهاب من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. وفي الحديث السعي لمخالفة هدي المشركين وطريقتهم. وفي الحديث من الفوائد ذكر ما يتعلق بجبال مزدلفة وثبير، اختلف فيه أهل العلم بالمواطن والآثار، فمنهم من جعله جنوبي مزدلفة والشمس عند خروجها تسطع فيه، ومنهم من جعله في جهتها الشمالية فيكون خروج الشمس من قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك. في الثالثة أو في الثانية: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. في الحديث سوق الهدي من قبل الحاج بحيث يأتي به إلى مكة. وفي الحديث إهداء البدن لتذبح في النسك من حج وعمرة. وفي الحديث جواز ركوب الناقة المهداة لتذبح في هدي الحج. وفي الحديث أنه لا حرج على الإنسان في ركوب ما يهدى، وذلك أنه
لا يؤثر عليها، ويستفيد الحاج من ركوبها. وفي الحديث مشروعية تقليد النعل بأن يوضع حذاء قد ربط بين أجزائه بحبل فيوضع على رقبة الناقة من أجل أن يعلم أنها هدي فلا يتعرض لها أحد. واستدل بالحديث على أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بوقفه انتفاعاً لا يتضرر الوقف منه. وفي الحديث استعمال كلمة ويلك للإنكار على الشخص وإن كان لا يقصد معناها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثاً، قال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. في هذا الحديث جواز أو مشروعية سوق الهدي في الحج، فيأتي الحاج بالهدي من خارج الحرم ليدخل به في الحرم من أجل أن يذبحه في مكة هديا. وفي الحديث جواز ركوب الناقة المهداة ما دامت لا تتضرر بذلك. وقيس على هذا انتفاع الواقف بوقفه بما لا يلحق الوقف مضرة به. وفي الحديث تكرار الأمر بما يباح، وفي الحديث أن الأمر الذي يأتي لرفع توهم عدم الجواز يحمل على الإباحة، ولذا كان الركوب هنا على الإباحة. وفي الحديث استعمال لفظة ويلك وويحك على غير معناها ومقتضاها اللغوي من أجل نهي الإنسان عن مخالفة ما رغب فيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه يستحب للإنسان أن يأخذ بالرخص الشرعية وأن لا يترفع عنها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يفتح لهم أبواب الخيرات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.